ما بين المحاصصة والتوازن، البرلمان يحسم اللجان النيابية واستحواذ جهات على غالبية لجانه يدق إسفينا بين الكتل. المستقلون يواجهون تحديا غير مسبوق وانعطافة خطيرة في العملية السياسية بعد تصاعد حدة الانسداد السياسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حصادنا، حصاد الأيام. اليوم مرة أخرى يعيد مجلس النواب بدورته الجديدة تكريس المحاصصة السياسية والحزبية بعد ما أقبل في جلسته اللي عقدت يوم أمس الأربعاء على إعادة تقسيم اللجان النيابية الدائمة بعيدا عن معايير الكفاءة والاختصاص. هذا الموضوع يجعل ناقوس الخطر يدق في المؤسسة التشريعية بقوة. التعديلات الجديدة اللي طرأت على بعض اللجان منها المالية القانونية كانت قد جرت بعد ما أثارت بعض الكتل حفيظتها، سواء من حيث الأعضاء أو الرئاسة، كونهم ما يمتلكون التخصص المناسب لكلتا اللجنتين، ما يؤشر أن إجراءات البرلمان لن تغير من الواقع شيئا، بل تم تصحيح الخطأ بالخطأ بعد ما تم تعيين نواب من كتل سياسية معينة بمقدمتها التحالف الثلاثي بعيدا عن التخصص والكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجان البرلمانية. خلونا نروح للجانب الآخر، فإنه على ما يبدو أن المستقلين قد باتوا اليوم في دائرة الحرج وهم يواجهون منعطف خطير يتمثل بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث تشكيل الحكومة اللي طال انتظارها كثيرا بعد استنفاذ كل السبل اللي كانت متاحة بعد أن لم تفلح القوى السياسية بالخروج من الأزمة العالقة والبقاء في مأزق الانسداد السياسي اللي يبدو أنه راح يطول كثيرا في ظل المعطيات اللي تشهدها الساحة السياسية واللي تعطي مؤشر بأن حالة الانسداد السياسي قد تخلو من أي انفراجة خلال الوقت الراهن. طيب مشاهدينا الأحبة، خلونا في حصادنا لهذا اليوم نناقش هذين الملفين المهم وتداعياتهم على الساحة العراقية مع ضيوفنا الكرام. هذه دعوة، تفضلوا بالبقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. خلال الجلسة النيابية اللي عقدت يوم أمس برئاسة الحلبوسي، حسم مجلس النواب 25 لجنة برلمانية. مراقبون للشأن السياسي أشاروا وجود تهميش واضح لقوى الإطار التنسيقي، القوى الشيعية، مقابل استحواذ التحالف الثلاثي على غالبية رؤساء اللجان البرلمانية، وحذروا من كارثة تشريعية مقبلة إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه. نفتح وياكم مشاهدينا الأحبة هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. بعد انقطاع لأكثر من شهر، استأنف مجلس النواب جلساته بتوزيع النواب على اللجان الدائمة للمجلس التشريعي بدورته الخامسة والبالغة 25 لجنة، بعد دمج وتعديل مهام عدد منها. عملية الحسم هذه أتت بعد صراع شابته العديد من الخلافات في أصل الاعتماد على كيفية تقسيم الأعضاء بين التوازن والتخصص. بعد إكمال مهمة تسمية أعضاء السواد الأعظم من اللجان، لا تكمن العبرة في إكمال هذه المهمة التي عطلت جراء يعني المناكفات السياسية، جراء السجالات، جراء المحاصصة، جراء محاولة البعض الاستحواذ على كل ما هب ودب في مسألة الدور الرقابي للبرلمان. لكن بالتالي العبرة لا تكمن بهذه المهمة، وإنما بأدوار هذه اللجان في تطبيق الرقابة التشريعية الحقيقية على أداء مؤسسات ووزارات الدولة. استكمال اللجان النيابية خطوة مهمة في مراقبة الجهات التنفيذية المناظرة لها ومراجعة التشريعات وأنضاج القوانين المرحلة من الدورات السابقة إلى الدورة الحالية، خاصة مع تمديد الفصل التشريعي الحالي، إذ إن البرلمان الجديد لم ينجح في تمرير أي قانون طيلة الأشهر الماضية. عملية تشكيل اللجان النيابية وإن جاءت متأخرة، لكن هي ضرورة
هناك الكثير من القوانين تنتظر يعني مجلس النواب، قوانين تتعلق بالأراضي الزراعية، العشوائيات، قوانين تتعلق بالموازنة، حتى قانون الأمن الغذائي والتنمية، وإن كان هناك يعني خلاف عليه. خطوة مهمة يعني في دفع العمل التشريعي للأمام. كسر الصورة النمطية في تشكيل اللجان النيابية يمثل حالة إنهاء الجمود الذي عاشته اللجان في الدورات السابقة دون تقديم أي إنجازات تذكر، والعمل بما سبق سيعقد ذلك الكثير من دورها الرقابي في متابعة ما يقع عليها من وزارات ويحرف مسار عملها، خاصة مع الكم الكبير من التجاوزات والخروقات القانونية التي ترتكبها حكومة تصريف الأعمال. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عائد الهلالي عضو ائتلاف الفتح. حياك الله دكتور، ضيفا كريما حضرتك، وكذلك رحب بالضيف الكريم الدكتور مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله دكتور مجاشع، ضيفا كريما. دكتور عائد عفوا اسمح لي أبدأ مع حضرتك، يعني تعتقد أن التحالف الثلاثي اليوم بعد أن كان هنالك ثلثا ضامنا وتحدثنا عن تغيبه في مجلس النواب، الطرف الآخر استغل هذا الموضوع ووزع اللجان ووصل هذا الموضوع لحد اليوم رئاسة البرلمان أو رئاسة اللجان البرلمانية ذهبت إلى التحالف الثلاثي. هل تم مراعاة مبدأ العدالة البرلمانية إذا أكو هيك مصطلح؟ يلا شكرا جزيلا، تحياتي لكم سيد أحمد ولقناة الموقرة وللضيف الكريم وكذلك للمشاهدين الأعزاء. حياكم. هي مشكلة الإطار التنسيق قد وقع في مشكلة عويصة جدا، ألا وهي أنه إذا تغيب عن جلسات مجلس النواب قالوا أنه الإطار التنسيقي يحاول تعطيل العملية السياسية وهو الثلث المعطل للعملية السياسية، وعندما يحضر إلى جلسة مجلس النواب هذا كان تصرف الأخوة في التحالف الثلاثي، وكما كان في الجلسة السابقة أيضا يحاولون أن يستحوذوا على أكبر قدر ممكن من يعني رئاسة لجان مجلس النواب العراقي كما استحوذوا على رئاسة مجلس النواب، وهم لربما يريدون أو يخططون أو كان في نيتهم الذهاب إلى الاستحواذ على المناصب السيادية للدولة العراقية بشكل كامل، سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، لكن للأسف الشديد أنهم لم يوفقوا في هذا، أو لكن الحمد لله وشكر أنهم لم يوفقوا في هذا الموضوع، لأن يوم الحالة اللي شفناها في مجلس النواب كانت هي رسالة من السيد رئيس مجلس النواب أنه تخوفنا كان في محله، وأنه عملية صناعة الدكتاتوريات هي كانت واحدة من مفردات هذه العملية السياسية أو هذه التجربة. لربما أنه اليوم ما حصل مع السيد باسل خشان وما قام به السيد رئيس مجلس النواب في الاستعجال على التصويت وما إلى ذلك كلها، ولم يراعي يعني المعايير الدستورية ولا المعايير الخاصة بجلسات مجلس النواب، وهو بعث الرجل يعني يعني تجربته البسيطة بعث رسائل أخرى أو بعث رسائل إيجابية للآخرين أنه هو فعلا ذاهب إلى أن يكون دكتاتور جديد أو من معه سوف يكرسون إلى دكتاتورية جديدة تقصي الآخر وتهمش الآخر. طيب. دكتور مجاشع، جدت ترحب بحضرتك. عدم الاقتناع برئاسة اللجان البرلمانية راح يخلي هنالك مطالب بإعادة النظر بهذه اللجان، بإعادة التسمية، عضوية اللجان، مراعاة التخصص في هذه اللجان، هذا الموضوع يؤشر برأيك إلى خلل في السلطة التشريعية على مستوى الرقابة، عمل الحكومة، استجواب الوزراء في الحكومة المقبلة، كل هذا الموضوع اليوم مطلوب من البرلمان الكثير من المهام وتقع عليه الكثير من الأعباء، هذه المقدمات راح تؤدينا إلى نتائج مرجوة؟ نعم، شكرا جزيلا لكم استاذ احمد، وتحيه لكم ولجمهور قناه الايام ولضيفكم الكريم استاذ عادل. حياك الله. يعني قضيه اللجان انا اعتقد انها قسمت باتفاقات تمت بين يعني القوى السياسيه كافه، وفيما يبدو ان
قوى الإطار يعني التنسيق لم تكن معترضة بهذا الحد، ولاحظنا أنه أغلب النواب الذين دخلوا إلى هذه اللجان كانوا بطريقة أو بأخرى مقتنعين، وحتى موضوع تقسيم اللجان تم وفق يعني حجم التحالفات، تحالف الأغلبية الوطنية هو يمثل الأغلبية، وبالتالي فمن حقه يعني بحسب العدد أن يحصل على العدد الأكبر بالنسبة لهذه اللجان. وهذه القضية أنا من وجهة نظر ليست بالقضية الخطيرة، يعني تعرف إحنا حاليا لدينا مشاكل أكبر بكثير من قضية اللجان، وبهذا شوف لاحظنا إحنا أغلب القوى السياسية لم تعطي اهتماما كبير لقضية اللجان، لأن إحنا أصلا لدينا انسداد سياسي، وهذا الانسداد السياسي يعني أثر بطريقة أو بأخرى على يعني مجمل الحياة في العراق، وجميع القوى الآن يعني نظرها كلها متجه نحو حل الأزمة والمبادرات التي تقدم. أما موضوعة اللجان فأنا أتوقع حتى موضوع اللجان قابل للتعديل مستقبلا في حال تم الاتفاق بين يعني القوى المختلفة إن كانت الإطار والتيار أو حتى بين القوى داخل البيت السني والكردي. هذه يعني القضية مرتهنة بموضوع التوافقات والاتفاقات المستقبلية، إذا لم يكن يعني تكون هناك اتفاق على إنهاء هذه الأزمة فأنا باعتقادي لا القوى لا الكتل ولا أعضاء الكتل ولا حتى اللجان سيكون لها دور مهم. يعني احنا بتعرف احنا صار لنا اكثر من سبعه اشهر في ازمه منذ يعني الانتخابات لحد هذه اللحظه، يعني للاسف الحياه تشوف مشلوله. فعندما نتحدث عن لجان باعتقادي اللجان لا يمكن ان تقوم باي مهمه، ونحن واصلون الى هذا الحال من الانسداد، انسداد في كل مجالات الحياه. طيب مو هنا عندنا فت قضيه مهمه، يعني دكتور عاد المستقلين هنا دخلوا على خط الازمه، تم تكليفهم تفويضهم بتشكيل الحكومه، بالتالي لما يكون هنالك عدم امكانيه من قبل شريحه المستقلين في هذا الموضوع على الاقل تقدير يتم مراعاتهم في اللجان البرلمانيه ايضا، مثل ما كانت هنالك مبادره الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومه على الاقل في تحت قبه البرلمان يكون لهم دور حتى نقول انه صار متغير جديد. نعم حقيقه انا عندي اشكاليه بسيطه على جناب الدكتور مجاشع انه فيما يخص التوازن في قضيه اللجان النيابيه. لا هي ما كانت عمليه متوازنه حقيقه البته، يعني اليوم اللي اجاني تقريبا بحدود للتحالف الثلاثي اكثر من 16 لجنه نيابيه. فاين التوازن في ذلك؟ يعني القضيه مو قضيه اطار تنسيقي، اطار تنسيقي اكو عزم، اكو امتداد، اكو الجيل الجديد، اكو اتحاد وطني، اكو اشراقه قانون، اكو يعني اعداد كبيره جدا من النواب يعني ينحصرون بسبع لجان او ثمان لجان، انها قسمه تنظيزه، يعني هذا مو صحيح، هذا ما بأي توازن بالموضوع. المشكله الاخرى انه اعتقد انه التحالف الثلاثي عندما مرر اللجان بهذه الكيفيه هي عمليه هروب للامام. طب لان القضيه قضيه انسداد سياسي حاصل في البلد وانغلاق سياسي تام يعني حقيقه، فعملية تسيير الأعمال تحتاج إلى أن يكون هنالك يعني إضافة للدور التشريعي يكون هنالك الدور الرقابي لمجلس النواب، وبالتالي عملية الاستحواذ على اللجان وعملية الاستحواذ على رئاسة مجلس النواب ووجود وفرة برلمانية لربما أنه يستطيعون من خلالها تمرير بعض المشاريع أو القوانين أو 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 ويمارسون الدور. طيب وهذه الخطوة ما راح تحسها أنه دكتور راح تخلينا أنه يعني نوصل إلى مرحلة اللا عودة، بالتالي أنه يعني تؤيد هذه الدعوات اللي تقول أن الحل في الحل لما تكون انسداد سياسي ويكون هذا الموضوع لربما راح يعزز الانسداد. يا سيدي الكريم من قال أننا لم نصل إلى طريق اللا عودة؟ فالأخوة في التحالف الثلاثي هم ذاهبون بهذا الاتجاه بشكل يعني من اليوم الأول، هم لا يريدون أن يلتقوا مع شركائهم السياسيين، هم يريدون إقصاء الشريك السياسي بشكل تام، يحاولون أن يستثمروا بكل شيء، حتى يعني حزب الديمقراطي الكردستاني أراد أن يستأثر بمناصب الكرد في الإقليم وفي الحكومة الاتحادية. ماذا نسمي هذا الموضوع؟ عملية إقصاء للشريك السياسي. أنت لم تترك للشريك السياسي أي شيء، حتى المعارضة التي كنت تطبل أن هنالك معارضة ويجب أن تكون هنالك حكومة ومعارضة موالاة ومعارضة وما إلى ذلك، هذا ما موجود الآن على أرض الواقع. أنت مستأثر بكل شيء. متى أستطيع أن 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 أعارض إذا كان السيد باسم خشان قد اعترض على سلوكيات أو على تصرفات أو اشتكى من بعض الأمور اللي مارسها رئيس مجلس النواب أقصي من اللجان؟ أنا ديمقراطية نتحدث عنها اليوم، وين أكو ديمقراطية؟ هاي مشكلة كبيرة جدا أستاذ أحمد، يجب أن ننتبه لها أو ينتبه لها الشارع العراقي. طيب
دكتور مجاشع، الدكتور الهلالي تقاطع مع حضرتك بخصوص توزيع هذه اللجان ورئاساتها بعدالة، بالتالي نسأل أيضا عن الاختصاصات، هل تم مراعاة الاختصاصات من حيث الكفاءة والمهنية والتخصص، أم أن المسألة يعني عموما خضعت للأهواء السياسية؟ هي شوف أستاذ أحمد، بالتأكيد يعني إحنا لحد هذه اللحظة لدينا كثير من الأزمات والمشاكل. نعم. يعني عندما نتحدث عن نقول لجان، هذه اللجان لحد هذه اللحظة أيضا غير معروفة، الكثير من النواب هم نواب جدد، ويعني خبرتهم السياسية أو كانت الرقابية يعني لحد هذه اللحظة غير معروفة. وأنا أكرر وأقول المشكلة ليست في اللجان أستاذ، يعني إحنا يعني مرحلة اللجان مرحلة متقدمة، إحنا الآن في الخطوة الأولى اللي هي لحد هذه اللحظة لم نتقدم بها. موضوع وجهة نظر التحالف الثلاثي أنه مهمته يجب أن تكون يعني هو ماشي بموضوع حكومة الأغلبية الوطنية، وحكومة الأغلبية الوطنية مثل ما تعرف حضرتك هم يريدون الحكومة ويريدون السيطرة أيضا على مجلس النواب وخصوصا اللجان المهمة، لأن تعرف في حال تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا يمكن أن تكون من دون أن يكون هناك سيطرة على مجلس النواب، وهذه هي قضية الأغلبية الوطنية. البعض يمكن يسأل يقول طيب ما هي مهمة المعارضة؟ المعارضة مهمتها أيضا هم سلموا بعض اللجان خصوصا اللجان الرقابية في حال مضي يعني مضى موضوع الأغلبية الوطنية، وأيضا هناك حقوق لهم يجب أن تمنح من خلال النظام الداخلي للبرلمان، الوصول إلى المعلومة ضروري جدا، يعني هذه مهمة جدا. أيضا مثل ما قلت لحضرتك أنه بعض اللجان يترأسوها، هذا إذا مضى موضوع الأغلبي. أما إذا عدنا إلى موضوع التوافقية وهذا المربع الأول الذي يدخلنا في الكثير من المشاكل، إذا رجعنا إلى موضوع التوافقية في تشكيل الحكومة فلا معنى لا للجان ولا حتى مجلس النواب، لأن بالنتيجة هذه مو جديدة أصلا دكتور مجاشع. وفي هذه الأثناء اسمحوا لي ضيوف الكرام أن أرحب بالدكتور صلاح عبد الرزاق السياسي المستقل، يحدثنا عبر سكايب من لندن. حياك الله دكتور صلاح. يعني نتحدث عن اللجان البرلمانية وحضرتك متابع وشريك في العملية السياسية، خلينا نرجع لل 2000 أو ما بعد 2003، خلينا حدد 2005، ملف اللجان ما كان من الممكن إخراجه من دائرة المحاصصة والعرف السياسي الساري منذ التغيير ومن أول برلمان في 2005، ليش لحد الآن ما قدرنا نوصل نتيجة بهذا الملف؟ حيا لك وللضيفين الكريمين والمشاهدين القناة. حقيقة تعد اللجان النيابية من أبرز يعني معالم القوة في البرلمان، لأن من خلال اللجان يتم مناقشة المشاريع الحكومة أو القرارات وغيرها والمتابعة، فهذه اللجان هي الحقيقة الدينامو للبرلمان، وإلا هي لا تقوم فقط في الجلسة الاعتيادية التي نراها، ولكن العمل يكون في اللجان، تجري مثلا استضافة بعض المسؤولين، مناقشة بعض القرارات، زيارات ميدانية، تحقيق في بعض القضايا، هذه كلها بالتأكيد. لذلك نجد أنه كل مرة أسبوع في جلسات ومرة أسبوع للجان عموما، فلذلك كان البرلمان يعني هي الذراع الحقيقية باللجان، وحرصت كل القوى عادة الفائزة على الهيمنة على البرلمان. وكان هناك مثلا أحيانا يصير بعض يعني الاتفاق تفاهم ما بين القوى السياسية على تقسيمها، يعني مثلا كل النواب لازم يكونون في لجان، ما يصير بائد خارج لجنة، لازم عندنا لجنة يشتغل بها، هسه هو يختارها وبعدين يجري التصويت عليها. ولذلك يحرص كثير من النواب وخاصة النواب القلائل مثلا، يعني الذين من قوائم صغيرة آنذاك والآن عندنا مستقلين، على الدخول في لجان نوعية محددة، وحتى يعتقد أنه يحددها دكتور، هل هي يحددها مثلا يعني مثل ما وزارات عندنا وزارات سيادية، مثل ما عندنا وزارات سيادية عندنا لجان سيادية خلينا نسميها، رغبة مثلا الأمن والدفاع، مثلا المالية، مثلا النزاهة، هذه تقريبا لجان سيادية أو تسميها كبيرة نوعية، لأنها بيدها مفاصل كثيرة، ولذلك يحرص عليها النواب أيضا وكذلك الكتل.
طبعا انعرضت انه في الدورة السابقة كان هناك فكرة بانه اللجنة تكون من الكتلة الغير خارج يعني عن الوزير نفسه، ما يصير ينتمي الوزير لنفس الكتلة اللي تمسك رئاسة اللجنة حتى يصير نوع من المراقبة الجدية وليست مجاملات وغيرها. مثلا وزارة التعليم العالي اللجنة مالتها أيضا تكون من كتلة أخرى يتبع لها الوزير. هذا جيد، هذا ما أعتقد به إشكال. طيب طبعا الإشكالات مثلا أنه رئاسات اللجان، تدري أن قانون يعني مجلس النواب يعني مثلا يقبل بشهادة الإعدادية، وكثير من النواب الحاليين هم يحملون شهادة إعدادية، فكيف يمسك ب مثلا لجان نوعية مثلا كالمالية، كالعلاقات الخارجية، كالاستثمار؟ هذا موضوع مهم جدا. خلينا حيل على الدكتور عائد الهلالي. دكتور عائد، لما يعني بهاي المواضيع يرادنا تخصص التخصص بصراحة، نجي احنا ننطي هذه اللجان للضد النوعي مثلا؟ مو المشكله وين استاذ احمد؟ انت الادوات اللي تشتغل بها هي غير متيسره، الادوات اللي تتمنى ان تكون موجوده عندك داخل المجلس النواب. مره قلنا تكنوقراط وحكومه تكنوقراط، نعم. ومره نزلنا الشهادات، ومره نعم. صعدنا الاعماء والى اخره، بالتالي هاي الادوات يعني متلاعب بها في كل طبعا هي هاي يعني. المشكله انا في احد الجلسات في يوم من الايام تحدثت، في كانت جلسه نوعيه لاحد مراكز الدراسات، وقلت انه يجب ان تكون هنالك دورات خاصه لمن يريد ان يرشح الى مجلس النواب، يعني انا حتى تكون يعني من ضمن المعايير اللي تنطبق على هذا المرشح ان يكون عنده دورات في مجال مثل كتابه الموازنه، العلاقات الخارجيه، غير امور كثيره جدا يفترض انه تكون عنده هذه الدورات. وليش تنفتح يعني معهد التطوير النيابي اصور، نعم. في داخل مجلس النواب، نعم. على من يدخل بي معهد الخدمه؟ لا لا، من يدخل بي الاخوان الخارجيه، خلاص الاخ من يدخل يصير نائب، خلاص يعتبر نفسه انه وصل الى مرحله الكمال. بالعكس العالم تتعلم من عنده، مو هو يتعلم من الاخرين. طبعا هذه مشكله كبيره جدا، انا شفت يعني في كثير من دول العالم، ولفت انتباهي الكثير يعني بحكم عملي انه انا كخبير في مجال بناء القدرات المؤسساتية والفرديه وامور كثيره جدا، انطي دورات في دول كثيره ومن ضمنها العراق والامم المتحده ومكاتب الامم المتحده وغيرها، مصر ولبنان وايران وغيرها، شفت انه هنالك اشخاص كبار سن يعني متجاوز حتى السن القانوني يجي يدخل دوره يقول اريد استفاد، يقول ماكو مدرب بالكون ما عنده معلومه جديده فاستفيد من عنده. يا اخي احنا مشكلتنا هذه مشكله طامه كبيره، شخص متخصص في مجال انساني، نعم. أنا أعرف هذا الشخص، شخص متخصص في مجال، جل الاحترام له، يحمل شهادة عليا جدا دكتوراه. أنا جذب إلى لجنة الأمن والدفاع، هو تخصص إنساني. خليه على لجنة التربية، لجنة التعليم، غير التعليم العالي والبحث العلمي، أمور لجان كثيرة جدا ممكن أن نستوعب بها، هي هاي المشكلة الأساسية اللي احنا عملية المحاصصة المقيتة وهذه اللجان اللي وهذه اللجان لك، أنا ما عندي يعني ما عندي القضية مو عدد مفتوح حتى أسحب من عنده وأنطي. هم هذول اللي عندي أنا يعني اللي موجودين، وعلى هذا الأساس هذه الأدوات البسيطة ما راح تخليني أبني مؤسسات أو أبني لجان نيابية قادرة على أن تكون مهنية وتخصصية بالدرجة اللي أتمناها أو الدرجة النوعية اللي أتمناها. نبقى نحكي عن فعالية هذه اللجان دكتور مجاشع، لما تكون التقسيمات بهذا المستوى وهذا يعني هذا المنهج، بالتالي احنا نريد من هذه اللجان تكون فاعلة على مستوى الرقابة، على مستوى الترشيح التشريع أو مستوى المتابعة. أستاذ أحمد، يعني حضرتك أنت تحدثت قبل قليل على موضوع غاية في الأهمية، يعني نشوف إحنا خلال يعني من عام 2004 حتى من تشكيلات الحكومة المؤقتة والانتقالية ثم الدائمة، شوف إحنا شقد دخلنا بتجارب للأسف الشديد يعني كلها فشلت. عندما نتحدث عن المستقلين، بعدين قلنا لا راح تجي حكومة تكنوقراط، والنتيجة واحدة للأسف الشديد أنه لم يتحسن أو يتطور أي شيء في العراق، بل بالعكس إحنا يوم بعد يوم يصير عندنا تراجع كبير. هذا ناتج من وجهة نظري، وحتى نتكلم بصراحة أن النظام السياسي في العراق نظام فوضوي. شوف هسه حضرتك حتى موضوع المستقلين، هسه إحنا بهاي الدورة طلعت لنا قضية المستقلين، أنه المستقل يجب أن يتولى رئاسة الوزراء، المستقلين والمستقلين، بالنتيجة إحنا نشوف يعني الـ يعني سير المباحثات خصوصا الاجتماعات الأخيرة للمستقلين وأداء المستقلين.
شوف هذا النظام الفوضوي حتى للأسف الشديد مع جل احترامنا للنواب والكتل الجديدة، طبعا احنا للأسف بعض الكتل اللي هي أصلا عندها أجندة مثل امتداد والجيل الجديد، هذه كتل ليست مستقلة، هذه كتل لديها أجندة خاصة وهي حال حال صدريين دولة القانون الفتح وهكذا. لكن شوف احنا حتى إذا نحسبهم ويا المستقلين، شوف قراراتهم اجتماعاتهم يعني كلها أيضا لا تختلف عن الكتل التقليدية، أيضا الفوضى داخل عندهم. شوف أبسط شيء يعني خلال الفترة الماضية قدمت لهم يعني مبادرتين، يعني هذه المبادرة لم يتم حتى التعامل معها والرد بطريقة يعني تكاد أن تكون يعني طريقة سياسية تريق. أغلب النواب دخلوا البرلمان للأسف الشديد وهم يعني لا ليس لديهم الخطوة ما بعد البرلمان، قليلي الخبرة، هدفهم كان للأسف يعني بس مجرد الوصول إلى البرلمان. بعض النواب يعني استغلوا التذمر الكبير من قبل الجمهور إن كان خاصة في الفرات الأوسط والجنوب تجاه القوى التقليدية السابقة، فدخلوا بهذا الموضوع، صعدوا للبرلمان، وصلوا إلى البرلمان وإذا بهم ما هم إلا واجهات للأحزاب التقليدية. وتلاحظ أنت بعض الأطراف ذهبت مع الإطار وبعض الآخر ضعف مع الإطار دون أن تكون لديهم رؤية حقيقية. وبهذا فأنا يعني لا يعني أتوقع الكثير من هذه اللجان وحتى مجلس النواب الحالي والجلسة الحالية، لأن إحنا للأسف الشديد كل المدخلات التي جربناها خلال السنوات الماضية تبين أنه للأسف الشديد أنه هذا النظام بحاجة إلى معالجة حقيقية. وبهذا شوف إحنا دائما يعني كمراقبين كمستقلين نقول خلينا نجرب هذه المرة يعني الأغلبية، حكومة الأغلبية، وتكون هناك جهة رقابة عليهم وهي المعارضة. لا أحدد إن كانت يعني الإطار أو التيار، لكن على الأقل نغير نظام الحكم لأن وصلنا إلى مرحلة من الفوضى يعني البلد للأسف الشديد. يعني وفقا لهذه المعطيات دكتور مجاشع يجب أن نركز على البرلمان في هذه المرحلة. حتى المرجعية دكتور صلاح إذا شاركنا الرأي أنه أرادت من الانتخابات المبكرة عندما تحدثت عنها قالت أنه المرحلة الجديدة يجب أن يكون هناك مكافحة للفساد، مسارات جديدة تخدم المواطن، بالتالي لما يكون هناك انتخاب وبرلمان جديد لجان لا توزع وفق المعطيات أو المنهج الصائب وانسداد سياسي في تشكيل الحكومة، طيب هذا الموضوع راح يوصلنا برأيك؟ يعني حقيقة لا نزال نعاني يعني من رؤيتين، أنا في رأيي في تحكم الساحة رؤية إقصائية انتقامية وهذه مفرداتها موجودة في الساحة، ورؤية استيعابية من خلال مبادرات من خلال بيانات، دا نجد هذا يختلف. فالتحالف الثلاثي يعني أثبت لنا أنه يعيش حالة الإقصاء وحالة الانتقام من الخصوم وغيرهم، وهذه بوادرها. يعني إضافة إلى أنه يسعى للحصول أو الهيمنة على كل الوزارات بدون شريك، أيضا على كل اللجان النيابية وأيضا بدون شريك، أو حتى يكون شريك شكلي في بعض القضايا مثلا اللي هي مثلا العشائر والأوقاف أو بعض اللجان اللي تعتبر أو منظمات حقوق منظمات مجتمع مدني اللي هي ما تعتبر يعني قوية جدا بالنسبة للبرلمان، أو حتى المحافظات والتقاليد وغيرها. هذه الرؤيتين حقيقة تشعر ملامحها منذ البداية، يعني أصلا من بعد الانتخابات كان الخطاب للثلاثي أو أحد أقطاب الثلاثي أنه سأقصي كذا، سأحاسب كذا، أحل البيليشيات، أحل، وهو خصومة، كلهم خصومة. طيب هذا كيف يمكن أنه يأتي إلى التفاوض ورفضت كل المبادرات والزيارات والاتصالات؟ حقيقة يعني لا نزال في هذا الانسلاق. المتغير مهم أيضا أرد أسأل حضرتك عنه، هو يعني المتغير اللي يعتمد على المعارضة المستقبلية للحكومة اللي راح تشكل البرلمان واللجان البرلمانية، ما المفروض أنه تشكل وفق خارطة المعارضة حتى تكون لها ضد نوعي؟ يعني هي لحد الآن لم تحدد من هي المعارضة، لحد الآن احنا لم نقرر من هي المعارضة ومن هي الموالاة للحكومة أو اللي راح تشكل حكومة. لحد الآن لا تزال هناك مبادرات والطرف الآخر لا يأخذها بنظر الاعتبار ولا يدرسها. أيضا تحدثوا ضيوفك حول المستقلين، أيضا مستقلين حقيقة
يعني كان توقعاتنا أكبر مما نتوقع من هذا الأداء المتواضع بالنسبة للمستقلين اللي خبصوا الشوارع والإعلام والفضائيات بأنهم كذا وسيعملون كذا، ولكن رأيناهم صوتوا لخصومهم أثناء التظاهرات مثلا، لخصومهم بالتظاهرات كانوا هم صوتوا لهم في أول جلسة مثلا. أيضا تصرفون وكأنهم الكتلة الأكبر يتعززون ويدللون، وإحنا لأنه عندنا عدد وإحنا نرجح هذا على ذاك. حقيقة إذا اتفقوا التحالف الثلاثي والإطار ما له قيمة بعد المستقلين، ما حد راح يسمع لكم. يعني الآن عندهم فرصة للتعامل بجدية وحكمة مع هذا مثلا مبادرة الإطار أو مبادرة التحالف وغيرها، ويبينون وين هي يعني نقاط الضعف أو القوة والمشترك اللي ممكن هم يشاركون به. لذلك ما يزالون يفتقدون للجدية مثلا، للمرونة، حتى يتعاملون باستنكاف بغيرها، أو عندما يعطون موقف يعني هلامي غامض ما تعرف شنو. يعني حتى بعض أنا قرأت يعني بعض التغريدات لبعض يعني الجماعات المستقلين لا تستطيع أن تفهم منها شيئا ماذا يريد بالضبط. كذلك هم أيضا عانوا من الانشقاقات، ورأيناهم انشقوا عدة مرات، بعض الكتل بدأت بتسعة وانتهت بثلاثة وستة أو أربعة وهكذا. هذا كلها أيضا إضافة إلى الانفعالات، واليوم الناس تستحضر شعاراتهم بالتظاهرات ما نريد وطن وما نريد مناصب، لا ركضوا على المناصب من أول تشكيل حكومة الكاظمي والآن اللي ما أخذوا حصة الآن مجلس النواب، الريد نائب رئيس مجلس النواب طرحوا هكذا. طيب الآن التحالف الثلاثي هيمن على رئاسة المجلس كله، وإذا هيمنوا أيضا على النواب تدري أنت كثير من هذه القرارات راح تترشح من خلال يعني اللجان النيابية. فإذا رئيس اللجنة يعارض أي قرار ما يعجبه أو يمس الكتلة اللي هو ينتمي لها بالتأكيد راح يوقفه، سواء في أي مهما كان أعضاء اللجنة معاه من أي انتماء، وحتى لو كانوا محقين في طروحاتهم ومواقفهم راح يعارض. وإحنا كنا نستلم كثير من أسئلة اللجان النيابية وأنه كذا، و بعضهم أصلاً يومية يجزلنا ثلاث أربع كتب واحد نفسه بالنائب واحد. حتى طلبنا من رئيس اللجنة قلنا له يابا هذا أنت رئيس اللجنة، لو كل أعضاء اللجان هيك يتصرفون فمنعهم رئيس اللجنة. قال لهم أنتوا ما تجزون إلا من خلالي. طيب فالقصد أنه هناك عدة فلترات. إضافة إلى ذلك أي استجواب أو أي قضية تحقيق لا يقبل بها الرئاسه راح تنام، ما حد يطرحها اصلا ولا تطرح للقصر. انا اشكرك لهذه الاثراءات دكتور صلاح عبد الرزاق، يعني اثراءات حقيقه مهمه، ولكن يجب ان ننتقل الى الملف الاخر السياسي المستقل. الدكتور صلاح عبد الرزاق حدثنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لحضرتك مره اخرى، والدكتور عائد والدكتور مجاشع تتفضلان بالبقاء معي لنتابع في الملف الاخر مشاهدي الاحباء. المستقلون يواجهون تحديا غير مسبوق وانعطافة خطيرة في العملية السياسية بعد تصاعد حدة الانسداد السياسي. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بينما تشهد العملية السياسية انسداد غير مسبوق، فإن التوجه نحو المستقلين اللي كان السبيل الوحيد للخروج من هاي الأزمة بات في مهب الريح بعد قرب موعد انتهاء المهلة اللي منحها السيد الصدر، وهذا ما ينذر باستمرار حال الانسداد السياسي وبقاء الحراك السياسي ضمن حلقة مفرغة. ضمن هذه التداعيات نفتح هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. لو لم تجرى الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الماضي لكان اليوم 12 من آيار هو الموعد الدستوري للانتخابات بعد 4 سنوات من الدورة الماضية،
وما زالت الانتخابات المبكرة لم تؤتي أكلها بتشكيل حكومة أو تغيير الوجوه الحالية، غير الدخول بمعترك حكومة تصريف الأعمال، حتى اتجهت الأنظار إلى النواب المستقلين بإدلاء دلوهم بتحالفاتهم لعل المخرجات تنقذ الموقف. بالتأكيد النواب المستقلين لغاية الآن موقفهم غير واضح، على اعتبار أن موقفهم تجاه الكتل التقليدية هو ثابت، لكن هل بالإمكان أنه يقدموا مبادرة مثل ما تحدثوا للخروج من أزمة الانسداد السياسي؟ لا أعتقد ذلك، على اعتبار ليس لديهم القدرة من تقديم مرشح لرئاسة الوزراء. فبعد مبادرة الإطار الشيعي للخروج من الانسداد السياسي، اتجهت بعض الكتل إلى النواب المستقلين، إذ صارت قشة النجاة بيد الذين لم تتجاوز أعدادهم إلى 43 نائب، بالوقت الذي استبعد مراقبون مقدرتهم على تشكيل التحالف في المهلة القصيرة التي فسحت لهم مجال التفاوض بينهم، إلا الانضواء تحت تحالفات عرضت لهم الاستمالات في سوق المزايدة للالتحاق بها وبالتالي تحقيق أهدافها. بعد كل هذه التجاذبات والتقاطعات أصبحت العملية السياسية بكاملها فارغة المحتوى وعديمة الجدوى، فلا قلب يسع ولا عقل يسمع. هذه المهاترات التي بدت واضحة على هذه الكتل السياسية ومن ضمنها استمالة المستقلين وإقحامهم في مسألة تشكيل الحكومة لا تعدو كونها أكثر من مناورة سياسية الغرض منها كسب أصواتهم. فالنواب المستقلون وكما وصفهم متابعون صاروا جسرا للعبور إلى المصالح الشخصية بعد إثبات عدم استطاعتهم بتشكيل التحالف المرجو في العملية السياسية الحالية، وبالتالي فخارطة المرحلة المقبلة ما زالت مبهمة بعد سحب البساط من تحت أرجل المستقلين، ليبقى المشهد يدور في حلقة الانسداد السياسي. أيام عجاف يمر بها المشهد الحالي وسط إرباك كبير خيم على العملية السياسية، ولا يعلم ماذا تضم المرحلة المقبلة من مفاجآت وإلى ماذا ستؤول الأحداث، هل تشكيل للحكومة أم الانسداد يتصدر الموقف؟ نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ووجدت ترحاب بضيفي الكريمين الدكتور عائد الهلالي، حياكم الله دكتور، والدكتور مجاشع التميمي. دكتور مجاشع، لما نتحدث عن المستقلين ملف مهم جدا وصبت الأنظار عليهم، وتم التعويل كثيرا على موقفهم باعتبارهم متغير جديد في العملية السياسية، المستقلين راح يحسمون أمرهم في الدعوة اللي قدمت لهم بشأن يعني حل الأزمة قبل نهاية المهلة اللي منحها السيد الصدر لهؤلاء المستقلين؟ أستاذ أحمد، يعني مثل ما قلت لحضرتك، إحنا قضية المستقلين هي فصل من فصول للأسف محاولات تصحيح وأصلاح العملية السياسية أو النظام السياسي في العراق. واضح تحدث السيد حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان، وقال يعني هناك من اعترض ورفض أو رفض هذه الدعوة والمبادرة، بمعنى أنها من حيث المبدأ القوى المستقلة لن تستطيع يعني الوصول إلى توافق وإلى يعني مباحثات يعني صريحة ودقيقة مع التحالف الأغلبية الوطنية، وبهذا فإن موضوع المستقلين على مستوى حتى على مستوى الشارع لم يكن مؤثرا، وحتى وأما بالنسبة للمتابعين فالمتابعين كانوا يعرفون جيدا أن قوة المستقلين لم تكن بالمستوى الحقيقي، فعلا هم وصلوا مع بعض الكتل والذين دخلوا بقوائم منفردة ربما وصل إلى 45، لكن هذا 45 لم يؤهلهم أن يكونوا يعني قوة بوجه القوى التقليدية السابقة. ومثل ما تحدثت حضرتك أنه المستقلين الذين دخلوا بقوائم منفردة في غالبهم يعني واضح الآن خطابهم وواضح توجههم أنهم انتموا بعضهم للإطار وبعضهم للتيار،
وبهذا فإن قوة المستقلين فيما يبدو هذه المرة يعني لم تكن بالمستوى، وهناك الكثير من الأمال التي علقت على موضوع يعني تشكيل حكومة مستقلين يعني انتهت، والآن يتحدثون عن مبادرات أخرى لمعالجة هذه الأزمة، وإن كانت المبادرات يعني لحد هذه اللحظة لم تصل إلى نتيجة. أما قضية المستقلين فأنا أستبعد أن يكون المستقلين دورا في حل هذه الأزمة، ومعروف أن قضية المستقلين هي مرتبطة ب يعني هم ينتمون إلى مكونات متعددة وقلة في خبرتهم السياسية تجاه يعني القوى التقليدية، ولكن هم المتغير الجديد، وإن كانت هذه الخبرة قليلة ولكن يعتبرون دكتور عائد المستقلون طبقة دخلت إلى العملية السياسية، صعدوا إلى البرلمان. نستعرض المشهد كامل، تظاهرات وغيرها وغيرها وانتخابات مبكرة، بالتالي وجدت طبقة المستقلين. اليوم لما يكون هنالك تحالف ثلاثي وهنالك إطار تنسيقي، المستقلون ظلوا على التل متابعين. اليوم لما تم إدماجهم وتكليفهم بهذا الموضوع، ليش يستبعد الدكتور مجاشة أنه عدم جدوى تكليفهم وعدم جدوى نتاجهم بصراحة؟ أولا الأخوة المستقلين هم ليسوا طيفا واحدا، وينتمون إلى أطياف متعددة، وهنالك أكثر من كتلة داخل المستقلين. عملية دمج هؤلاء عملية صعبة جدا بسبب توجهاتهم أهدافهم أفكارهم مشاريعهم، أمور كثيرة جدا. كل مجموعة لها أفكار ولها أهداف ولها برامج ولها مشاريع. يعني على سبيل المثال أنه ما أعتقد أن امتداد تلتقي مع الإشراق أو الإشراقة تلتقي لربما مع الجيل الجديد، صعوبة يعني صعوبة. هنالك أهداف، كل مجموعة لديها أهداف خاصة. ما عامل مشترك أكبر، مصلحة وطنية، يفترض لكن انسداد سياسي، يعني مآلات الانسداد يعني ربما تضر الجميع. سيدي الكريم، شوف، واحدة من الأمور اللي مرت بشكل يعني عابر على الشارع العراقي وعلى الإعلام وما تناولها بشكل يعني وهي أنه الأخوة المستقلين والمتظاهرين كان واحدة من مطالبهم هي حل الميليشيات والفصائل المسلحة. يأتي رئيس كتلة امتداد ويرتدي الزي العسكري ويذهب إلى سامراء للقاء الأخوة في سراج السلام. نحتاجنا نحن عسكر الآن؟ بالعكس، الزود والكفاية بأخوتنا اللي موجودين في سراج السلام، والزود والكفاية إن شاء الله موجودين في قواتنا الأمنية والحشد الشعبي والفصائل الأخرى. احنا ما نحتاج ان نعسكر المجتمع، بالعكس احنا نحاول قدر المستطاع انه يكون هنالك حاله من الترشيق، لان المؤسسه الامنيه بكل معاييرها ترهق كيان الدوله، ترهق كيان الدوله بشكل كبير جدا. اليوم احنا لو كان الوضع مستتب والوضع الامني ذهب باتجاه الاستتباب وانتهت التحديات والمخاطر الامنيه، يعني ايش تتصور انه احنا نبقى على هذا العدد الكبير من القوات الامنيه؟ لا بالعكس، ما يخدمنا حقيقه، ما يخدم. لكن هي هذا الشيء دليل، يدل على انه عدم وجود نضج حتى لدى الاخوه المستقلين الذين دخلوا الى مجلس النواب. يا سيدي الكريم، جل احترامنا لهم ولشهاداتهم ولشخوصهم ولثقافتهم، لكن حديثي عهد بالتجربه السياسيه، ما يمتلك ادوات ولا يمتلك خبره ولا يمتلك يعني فتشيء ممكن ان يأهله يكون في دورات كثيره دخلوا يعني ضمن كيانات سياسيه ولكنهم ايضا حديثي عهد بالتجربه السياسيه. نعم، هذا الموضوع شنو اللي يعني سي... كان هل هو مراه لحزبه؟ هذا واحد. والقضيه الثانيه انه انا بالنسبه لي لربما البعض يشكل يقول انه كثير من الذين عملوا في العمليه السياسيه منذ 2003 هم دخلوا في بدايه الامر هم لا. نعم، مع ذلك ماكو مشكله، لكن بمرور الايام تتراكم الخبره، هذا مهم جدا عمليه وجودهم. لكن انا اليوم ما يدخل المستقل وأزج وهو لا يمتلك التجربة ولا يمتلك الخبرة ولا يمتلك الأدوات ولا يمتلك كل شيء، وأزج بأقول له تعال صير وزير، تعال صير رئيس وزراء، تعال ابني لفريق حكومي، صعب جدا، صعب جدا. احنا اليوم إذا مخاطر وتحديات كثيرة جدا، المخاطر داخلية وخارجية وإقليمية ودولية. زين، تحتاج إلى اليوم تحتاج إلى تكاتف يا أخوان. والله القضية مو قضية أنه الإطار التنسيقي أو إحنا نتحدث عن الإطار التنسيقي نريد أن نتشبث بالحكومة أو بالمناصب، لا يا سيدي. واحد من هذه المخاطر الداخلية عدد الدولي والإقليمي دكتور مجاشع هو الانسداد السياسي اللي جاي نعاني من عنده، وهنالك أيضا مؤشرات بإنهاء هذه العملية السياسية و بعد أن تبلغ الأزمة ذروتها ويكون هنالك توجه لإعادة الانتخابات، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ نعم، شوف، هو بالنسبة للمستقلين بس أمر بسرعة يعني. نعم. شوف، يعني حالة الفوضى اللي موجودة عند المستقلين لا تختلف كثيرا عن الفوضى الموجودة
عند الكتل التقليدية، يعني مرات تلاحظ وتشوف اثنين من المستقلين مرشحين نفسهم كرؤساء وزراء. يعني تخيل هذا المنصب المهم الكبير الذي أعطي الكثير من الصلاحيات، يعني وصلت به الاستهانة أنه يعني شباب جدد ليس لديهم أي خبرة يقدمون نفسهم كرؤساء للوزراء. تخيل إلى أين وصلنا. موضوع يعني هذا الانسداد، أنا يعني أحمل أيضا جزءا من الفاعل الخارجي. معروف الأستاذ أحمد يعني تحدث بصراحة أنه كل يعني الحكومات السابقة شكلت بتدخل مباشر من الفاعل الخارجي، والفاعل الخارجي إن كان غربيا أو شرقيا طبعا مع حلفائهم إن كانوا خليجيين أو يعني دول الخليج أو حتى تركيا. فبالنتيجة هذه المرة فيما يبدو أن العامل الخارجي لا يريد التدخل، يعني أو لربما هناك بعض الظروف التي تمنعه من الدخول بقوة. يعني معروف أنه الجانب الأمريكي الآن مشغول بالصراع الروسي الأوكراني، وأيضا مشغول بالحوار والمباحثات مع الجانب الإيراني، ولديه أيضا مشاكل وحرب خفية مع الجانب الصيني، وحتى الجانب الإيراني هذه المرة يعني أيضا مشغول هو بالمباحثات النووية. يعني ما هو تأثير على العراق هذا الانشغال؟ يعني احنا معروف أستاذ بالنسبة لتشكيلات الحكومة في الفترات الماضية دور مهم بالنسبة للفاعل الداخلي كان للمرجعية المتمثلة بالمرجع الأعلى سيد علي السيستاني، ده بظله. لكن المرجع الأعلى يعني بعد العام 2010، يعني حتى قبل العام 2010 هناك الكثير من التعليمات التي قدمت للقوى السياسية وفي مقدمة القوى السياسية الشيعية، لكن للأسف القوى السياسية لم تلتزم بها، وبهذا المرجعية يعني من وجهة نظري أحست بإحراج كبير. لهذا المرجعية أغلقت بابها بوجه القوى السياسية وفي مقدمة طبعا القوى السياسية الشيعية، كل القوى السياسية المرجعية يعني أغلقت الباب بوجههم. لكن يعني المفروض أن القوى السياسية الشيعية أن يعني تكون أكثر طاعة والتزاما بتوجيهات المرجعية، هذا مهم بالنسبة لدور المرجعية، وإحنا مرينا بهذا الدور وكان لها تدخل كبير، وهذا التدخل إيجابي خصوصا في الحكومات المؤقتة والانتقالية وحتى الحكومة الأولى للسيد نور المالكي. وهناك أيضا فاعل أتوقف أيضا عن هذه النقطتين المهمة، يعني موقف المرجعية دكتور عائد، وأيضا اليد الأمريكية في رسم ملامح الحكومة العراقية. إلى أي مدى كان هذا الصراع أو هاتين أداتين فاعلتين رغم عدم المقارنة؟ يعني نعم بالتأكيد إذا أريد نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي جيشت الجيوش وقدمت إلى العراق من آلاف الكيلومترات بآلاف بمئات الآلاف من قوات العسكرية وتقلها وماكنتها الحربية، وجاءت العراق لم تأتي من فراغ، هي جاءت لمصالح، ويعني هذه المصالح تعتبرها أنها جزء من أمنها القومي، أنه منطقة الشرق الأوسط وما تحتويه من مصادر طاقة، هذه المصادر ممكن أن تعمل عملها في عملية إيقاف عجلة التنمية أو يعني أمور كثيرة جدا. انشغالها اليوم بمشاكل أخرى هو اللي خلاها شوية تتأخر تشكيل. أعتقد أنه حسب يعني مراكز الدراسات والبحوث يقولون أن العراق الآن أصبح في المرتبة 14 من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية. نعم على اعتبار أنه هنالك الصين والحرب الأوكرانية كما تفضل زميل العزيز، و أمور كثيرة جدا يعني الملف النووي الإيراني أمور كثيرة جدا. المرجع لحد الآن لم تقل قولتها. هل هنالك مبادرات من شخصيات سياسية من مستقلين كانت تحكمنا سياسات الأخ الأكبر في السياسة ويذهبون للاحتكام أو المراضات أو المصافات ومن ثم تكون الفراجة السياسية؟ اليوم غابت هذه السياسة. أكو مبادرات أيضا؟ أعتقد أن المرجعية الرشيدة هي طبعا تراقب بعين ثاقبة ما يجري في العراق وتداعيات السياسية الحالية، وأعتقد أنها لم تنفك من مراقبة الوضع أو من إصدار التوجيهات، لكنها في الفترة الماضية وحتى في الفترة الحالية أنها منعت الخطبة السياسية وقالت أنه لا فائدة من وجود الخطبة السياسية لطالما أن الشركاء السياسيين أو الأخوة لا يلتزم بتوجيهات المرجعية. هذا أمر مهم. هذا فيما كان البيت الشيعي بيت واحد، اليوم البيت الشيعي انقسم على نفسه، هذه مشكلة كبيرة جدا. ترضية البيت الشيعي أو الذهاب باتجاه المرجعية الرشيدة أو يعني الوقوف بباب المرجعية الرشيدة والعودة إلى يعني مثل ما تفضلتوا الأخ الأكبر ومراضات الأخ الأكبر والامتثال لأوامر الأخ الأكبر أو الاستنارة والاسترشاد بتوجيهات وتعليمات. احنا ندري المرجعية الرشيدة حقيقة تمتلك ما تمتلك من الكم والخبرة السياسية، وأعتقد أنها أدارت البلد في سنين عجاف
فما أعتقد أنه الموضوع معيب أو شائن إذا ذهبت أو ذهبت الكتل السياسية الشيعية لإيجاد صيغة حال أو لمرارات الأخوة أو لإعادة المياه إلى مجاريها ما بين الكتل السياسية والأخ الأكبر، يعني هو اللي راعي للعملية السياسية أو اللي راعي البيت الشيعي على أقل تقدير. أمور يعني أعتقد أنه يعني بسيطة جدا، لكن هي موجودة الرغبة، أعتقد موجودة، لكن ما أعرف شنو سبب الحرج اللي يمنع الكتل السياسية من طرق باب المرجعية مرة أخرى ويعني الاستفادة من خلالها. أغلقت أستاذ عايب، أغلقت الباب وجه القوى السياسية، يعني معروف هي بال 2006 طلبت من القوى السياسية وخصوصا الشيعية وكل مغادرة القصور أسوة يعني بالثورة الإيرانية، طالبت بمغادرة قصور النظام السابق وتتحول هذه إلى يعني متاحف حتى يشوفون الناس حجم الظلم وحجم الاضطهاد والديكتاتورية النظام السابق، واللي للأسف القوى السياسية ظلت متمسكة بقصور نظام صدام. المرجعية لا يمكن. سكنتم في منازل الذين؟ نعم. أقول لك وسكنتم في منازل الذين؟ نعم. في الآية الكريمة. نعم. فهو بالنتيجة أستاذ المرجعية، يعني حضرتك أنت من تقول تطرق الباب، هي تتمنى القوى السياسية أن تلجأ إلى المرجعية، لكن المرجعية يعني فيما يبدو هذه المرة وقبل هذه المرة هي مصرة على عدم الدخول، لأن كل التعليمات التي يعني وجهت إلى القوى السياسية وفي مقدمة مثل ما تحدثت حضرتك الأخ الأكبر اللي هو صاحب القرار، إحنا عندنا بالعراق عندنا صاحب القرار هو الأخ الأكبر المكون الشيعي. طيب. وعندنا مشاركين يعني يتحملون جزءا مهما. نتمنى أيضا يعني تكون هذه المبادرات يعني تستمر إلى أن نصل إلى حالة الانفراج السياسية. وإحنا أيضا في موضوعات هذه الحلقة دكتور مجاشع ودكتور عائد أخذنا رأي المشاهدين الكرام بسؤال استطلاعي سألناهم هل سيتمكن المستقلون من حل أزمة تشكيل حكومة قبل انتهاء مهلة السيد الصدر؟ 20% قالوا نعم و 78% قالوا كلا، أما من تحفظ على الإجابة كانت نسبتهم 2%. دكتور عائد الهلالي عضو ائتلاف الفتح، شكرا جزيلا لحضرتك وهذه الإجراءات المعرفية، والدكتور مجاشع التميمي الباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لحضرتك. ضيوفا كراما وأعزاء، وشكر موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله. شكرا.